might seem crazy what I'm about to say. السلام عليكم الناس اللي كتعرف سوف لسان اللي كتسمع سوف لسان. مرحبا بكم في سهرة فنية يوم الأحد 27 أبريل في مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية. بيس. السلام عليكم, معكم ام سي سيمون. الناس اللي كتسمعنا, الناس اللي كتبغينا, كنبغي نقول لهم 27 ملتقيات الدولية غادي تكون نايضة إذا كنتو تنوضوا معنا. مرحبا بكم كاملين. بيس. السلام عليكم, معكم صاحب الشهير, كنقول لكم مرحبا بكم ان شاء الله مع 27 ابريل ملتقيات الدولية. الناس اللي مسبعيني والناس اللي متبعة فوليالي, مرحبا بكم ان شاء الله. مرحبا بكم يوم 27 ابريل في السنة شيا ملتقيات الدولية.